بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو يوضح كيفية إنشاء زخرفة إسلامية باستخدام مثلثات متطابقات الأضلاع. نبدأ أولا من هذه الأيقونة، نختار Regular Polygon، ثم نختار أنه ثلاث أضلاع أساسها مكون مثلث. نحتاج ندخل في المتاهة هون، بدنا نوقف الليبلز، شو ليبلز هي هذا هنا، هذا الليبلز ايش اسوي فيها؟ اخفيها. هاي اول خطوة. الخطوة الثانية بدي انتقل واختار الميد بوينتس، السنتر للقطع المستقيمة، ميد بوينت ميد بوينت ميد بوينت، بعدين بختار سيجمنت يصل بين الرأس ونقطة المنتصف، بين الرأس والمنتصف المقابل له، نقطة الرأس والمنتصف المقابل له. هاي أول خطوة سويناها. الخطوة اللي بعديها نجيب نقطة تقاطع اللي هي نقاط أو اللي هي المستقيمات المتوسطة أو منصفات الأضلاع من الضلع هذا اللي هي النقطة جي. الآن سنخفي الرموز حتى ما يتخربط الشكل عندنا، يكون شكله مريح. نظهر الليبل هذا ما يظهر بالمرة. أوكي، الآن لاحظ أنه نستطيع أن نحرك هذا المثلث بعدة طرق. بكل بساطة حركنا. الآن نختار من التحويلات الهندسية، نختار Rotate Around the Point، بعدين نختار الشكل كله، ثم نختار نقطة المنتصف ونطلب أنه أنتي كلوكوايز 180 درجة، تكون زخرفة. كل واحد يجرب يعني أفكار أخرى غير هذه الفكرة، لكن إحنا راح نمشي على هذه الزخرفة. بعدها راح نوصل خط مستقيم بين النقطتين اللي في الطرف وخط مستقيم بين النقطتين اللي بالطرف هذا. لاحظ هنا الآن مجرد تحريك المثلث الأصلي إنه الشكل يتغير أو يتحرك دايناميكلي بحسب ما أنا بختار. الآن راح أعمل ما يلي، راح أجي على Reflect Object Inline، بعدين بختار كل الأشكال، بعدين بختار الضلع هذا أو اللي هو عفوا الخط المستقيم هذا، نرد نرجع مرة ثانية Reflect حوالين هذا الخط، شوف كيف صار يتكرر الشكل. الآن بدي أعمل خط علوي بين هذول النقاط، وبعدين نعمل ريفلكت مرة ثانية، بنختار أشكال كلياتها وبنعمل ريفلكت أراوند ذس. نلاحظ أنا لو استمرينا بهذه العملية راح نحصل على زخرفة. لأن نرجع للمثلث الأصلي اللي بديت منه، اللي هو وين هو المثلث الأصلي اللي بديت منه؟ اللي هو هذا المثلث. هذا المثلث حتى أو يعني أعرف إنه أنا بدي أحركه، خليني أختاره وأختار البروبرتي تاعته وأغير لونه بس حتى يكون هو المثلث المميز اللي أنا بدي أشتغل عليه، على الكلر، وأخلي لونه أخضر. أوكي، وممكن أعمل له الأوبسيتي تاعته تكون عالية هنا حتى يطلع معاي زخرفة نوعا ما جميلة جدا. إذن هنا هذا المثلث هو المثلث الكور اللي إحنا بنشتغل عليه. أتوقع هيك إحنا بنكون أنهينا الزخرفة الأولى، وبعدين بنخلي الطلاب يتدربوا على إنهم ينشئوا مثل هذه الأشياء، بعدين تبدأ الأسئلة الرياضية اللي على الموضوع.